طبيعة حل هذا الورش الكبير انتظره المغاربة لسنوات، وقبل سنتين من انطلاقه، يعني من انطلاق هذا الورش. طبيعة الحال احنا في حزب الاستقلال كنعتبروا بان هذا الورش هو بمثابة خارطة الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث القطيع مع أساليب الماضي في هذا المجال. بطبيعة الحال هناك تراكم، هناك يعني نتائج، ولكن كنا نتوخى أو نطمح إلى ما هو أكثر وأكبر. هناك بذلت مجهودات كثيرة في المجال التنموي ببرامج للأسف الشديد يعني غير متكاملة، غير متقاطعة. يعني الشيء الذي يفرغ هذه المجهودات من محتواها الحقيقي. إذا فالنموذج التنموي هي الوسيلة الوحيدة بطبيعة الحال لإعادة ترتيب البيت الداخلي في المجال الاقتصادي والاجتماعي بالأساس. وكنا نتوخى أن يكون المدخل الأساسي هو المدخل السياسي والحقوقي، لأنه لا يمكن بناء أي أو لا يمكن لأي برنامج أن يكتب له النجاح أثناء التنزيل إلا باستحضار الجانب السياسي لكي يضمن حقوق الإنسان بالدرجة الأولى والحريات وضمان كرامة المواطن بالدرجة الأولى. فهذا هو الأساس، يعني هو الشرط الأساسي لاسترجاع الثقة والانخراط في أي برنامج كيفما كان يعني ننشده من أجل النجاح دياله. إذن هذا من جهة، ولكن هذا يمكن أن يتدارك يعني في خلال أثناء التنزيل إن شاء الله. إذن ففي هذا السياق طبيعة الحال الآن يعني كان واحد البرنامج متكامل على مراحل متعددة حتى 35 سنة. فهي بطبيعة الحال هذا الدرجة الأولى من مسؤوليات الحكومة القادمة إن شاء الله. الشيء الذي يتطلب هو البوابة الأساسية هي الاستحقاقات الجاية، البوابة الأساسية الاستحقاقات القادمة من أجل إفراز حكومة متجانسة يعني موحدة ببرنامج عمل واحد من شأنها أن يقوم بالتنزيل التدريجي لمضمون هذا النموذج التنموي. إذا فالحكومة هي الدرجة الأولى في الصفوف الأولى، وعلى الحكومة أن تسعى إلى تعبئة جميع مكونات المجتمع المغربي بما فيهم الأحزاب، وإن كان النموذج بطبيعة الحال يشير إلى أن هناك غياب كذا وكذا، ولكن هذا غياب الأحزاب وهذا يعني ليس بهذه الدرجة، لأنه كل المجتمع المدني المؤسسات المنتخبة هي الأحزاب، الحكومة هي الأحزاب. يعني الأحزاب بالمفهوم الضيق للانخراط هذا فيه كلام كثير، ولا يمكن المجال لا يسمح يعني الى خوض النقاش فيها. اذا فلذلك على الجميع ان يتحمل المسؤوليه في التنزيل السليم والسريع للبرنامج وترتيب الاولويات، وخاصه في البرامج اللي من شانها يعني ان تساعد في تكوين الشرط الاساسي اللي هو الانسان، الموارد البشريه. الانسان هو الحلقه الاساسيه في انشاء اي برنامج وخاصه في النموذج التنموي. فالانسان بطبيعه الحال يحتاج الى شروط، الى مكونات. نبدا اول هذه المكونات هي المدرسه، هي التعليم، هو افراز النخب، هو ماذا وفرنا وما هي الامكانيات التي سنوفرها من اجل يعني تحسين البرامج التعليميه، من اجل افراز انسان وانتاج انسان قادر على بناء وطنه بالشروط المختلفه. وكذلك لا بد من الاهتمام يعني حتى بالنسبه بالجانب الصحي للمواطن، وحنا عرفنا ان هذه الجائحه يعني ابانت عن اختلالات كثيره يعني في الشان في المجال الصحي. اذا فهناك اولويات، فاكيد انه الحكومه القادمه وكذلك الاحزاب حتى من خلال يعني المنافسه القادمه في الانتخابات البرامج ديالها يجب ان تعكس يعني روح يعني النموذج التنموي. فلذلك نتمنى انه يعني بطبيعه الحال اللي غادي تكون برامج منسجمه مع، لان هذه البرامج هي التي ستفرز في الاخير يعني مكونات الحكومه او المعارضه. اذا فلذلك الجميع يجب ان يتحمل، وكذلك المجتمع المدني، ما نساوش كذلك المجتمع المدني يجب ان يتحمل مسؤوليته في هذا. اذا جميع الفئات المكونه للشعب المغربي يجب ان تنخرط في التنزيل السريع والسليم للنموذج التنموي.
إلى هذا الجهة. وكذلك المسألة الأساسية وهي استرجاع الثقة، شنو هي بوابة المداخل الأساسية؟ وهي أن يشعر المواطن بأن هناك تغيير، هناك تحول، هناك تحول مثلا في الجانب، أن يعرف بأن ثروة بلاده أين تسير، فين كاين ترشيد الثروة ديال البلاد بالدرجة الأولى، خصو يعرف بأنه ميزانيته ماله أين يصرف، إعمال الشفافية، القضاء على كل مظاهر الفساد بما فيها يعني المظاهر المشينة للمجتمع المغربي بما فيهم الرشوة والمحسوبية والزبونية واقتصاد الريع للأسف الشديد، كل هذه هي المداخل الأساسية من أجل يعني استرجاع الثقة المفقودة الآن في تقريبا في جميع المؤسسات يعني للأسف الشديد. إذن في الحلقة الأساسية وهذا هو أن يشعر المواطن بأن هناك عمل جاد، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال اعتماد إجراءات طبعة الحال وخاصة يعني القوانين المؤثرة، يعني هناك مجموعة القوانين للأسف الشديد الآن في الإضراء الغير مشروع أهو كان في البرلمان الناعس، والمشكل في الأغلبية اللي اختلفت عليه، من أين لك هذا؟ إذن هذا مشروع ويعني واعد مهم جدا من شأنه أن يعيد الثقة في نفوس المغاربة، ولكن الآن الأغلبية المشكل في الأغلبية أهو في اللجنة العام الجالس اختلافات يعني للأسف الشديد. تقدمنا كذلك بمقترح قانون ديال تنازع المصالح، أو في الرفوف كذلك تنازع المصالح، خصو يكون الآن هي هو 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 الوقت المناسب لعمل تنازع المصالح في الحقيقة، راه ما يمكنش يعني هاد المسائل غادي نمشيو بها وبغينا. فلذلك إذا ما أردنا فعلا النجاح السريع يعني لهذا النموذج البرنامج عفوا النموذج التنموي، راه المدخل الأساسي هو الإنسان، هو بالإنسان يشعر بأنه يعني هناك قطيعة أو شبه قطيعة مع أساليب الماضي في تجلياتها المختلفة، بل وأكثر من ذلك مباشرة بعد ذلك غادي تجي الانتخابات. نعم الانتخابات، ماذا نريد من هذه الانتخابات؟ احنا استبشرنا خيرا بالدستور 2011 اللي هو أطر جميع المداخل الأساسية لهذه الانتخابات ولضمان حقوق الإنسان والحريات والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الآن هذه المغاربة يعني بكل صراحة نقولها ونحن في نقاش صريح هنا في هذه الجلسة، هو أنه المغاربة خاب ظنهم في مجموعة من البرامج اللي تقدمت لهم كحلول، يعني كحلول لجميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وجدوا أنفسهم بأنهم أن تلك الشعارات لم ترى النور على الأرض على الواقع، البطالة في ازدياد مستمر في تزايد مستمر، الهجرة نحو إلى فتحت الحدود راه غادي يرحلوا كل شيء. فلذلك كاين شي حد كيهرم بلاده بعد طبيعة الحال، هذا يحدث حين تسد المنافذ والآفاق في وجه الشباب، الناس يعني كبدبلومات راقية عالية جدا أنهم يركبون يعني قوارب الموت للأسف الشديد، عقول كلفت ميزانية الدولة الكثير من الخريجين لا في الطب ولا في الهندسة ولا في كل التخصصات الدقيقة هاجرت إلى الخارج، ندرس من ولفائدة من؟ إذن هذا دال على أن هناك فشل لجميع البرامج المقدمة. إذن فلذلك يجب مراجعة الأساسيات، يعني وهي الاهتمام بالإنسان، الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالصحة، الاهتمام بحقوق الإنسان بالدرجة الأولى، هي المداخل الأساسية لإنجاح أي برنامج يعني تنموي نريده. هذا من جهة. إذن في البرامج الانتخابية للأسف الشديد أنه سنفاجأ، نحن في حزب الاستقلال قد سطرنا والبرنامج ديالنا قريبا سيقدم للهيئات الحزبية التي لها صلاحية النظر ومناقشة البرامج. طبيعة الحال كنا ننتظر طبيعة الحال النموذج التنموي، ولكن النموذج التنموي يتقاطع في 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 فصول كثيرة مع الذي قدم لجلالة الملك، يعني لأنه حزب الاستقلال كان من الأحزاب التي تفاعلت إجابة مع هذا المشروع ديال البرنامج النموذج التنموي، ومن الأحزاب الأوائل التي قدمت للحكومة تصورها من أجل يعني النموذج التنموي. إذن في البرامج كذلك اللي غادي البرامج إن شاء الله الانتخابية خصها تعكس هذه الإرادة وتعكس ماذا نريد، ماشي فقط
شعارات من أجل استمالة الناخبين، فهذا يعد في علم السياسة نصب واحتيال. باش غادي نضحك أنا على الناس، أنا غدا غادي نرجعكم المغرب كله جنة، كله فاش يعني مكناش، كلها يعني شواطئ. إذا فلذلك هذا موضوع آخر. إذا حتى مكناش كانت فيها شي مشاكل. مشات كي لا قريبة السيرة. تبقاو تمشيو غير في الفلوكة. على كل على كل إذا ماشي غير هكا، يعني المغاربة يجي ما خصناش نشرو عليهم، خصنا نرفعوا شعارات اللي هي معقولة جدا، شعارات اللي هي ممكنة وفق إمكاناتنا الاقتصادية، ماشي فقط أننا غادي نقضيو على الفساد وغادي نقضيو نشغلو قدام الآخر، في حين أنه نسبة البطالة في تزايد. إذا هذه البرامج هذه كذلك تحقيق النسب، نعم النموذج التنموي يتحقق على 6% من نسبة النمو كذا كذا، نعم حنا نطمحوا إلى أكثر خلال 15 سنة، علاش غادي تكون 6 فقط؟ نطمحوا إلى أكثر. دول أقل منا خلقت 9 وخلقت 10، هي غير رواندا حدانا. كانت يلاه خرجت من الحرب الأهلية. ولكن إرادة الجميع والقضاء على الفساد والمفسدين ومحاكمة المفسدين وسياسة الريع وكذلك الوضوح، يعني التدبير الجيد للثروة ديال المغاربة، كنا على يقين بأننا وردت المسؤولية بالمحاسبة بالدرجة الأولى، كنا على يقين بأننا سننجح في مهمتنا. هذا مشي قانون الكيف سيم ديال جوستي شوية، ولكن خذ راحتك. لا انا صاحبي بدا شي 5 دقائق وصلت 16 جوستين، معليش يمكن غادي تخصم من الرصيد. نخلي على كل يوم، نتمنى ان شاء الله كذلك الانتخابات اللي جايه غادي تفرز لنا حكومه متجانسه قادره على التنزيل الجيد والسريع البرنامج، وكذلك حكومه منسجمه لا متناحره ولا نكتفي بهذا الشيء، تنخلي الأسئلة إن شاء الله.